من العشرين فرقة السنة الجاية، يعني تلاتة أربعة أندية جماهيرية هيبقى كده كويس قوي، يعني ما أظنش إن هيبقى العدد أكتر من كده. طب أنا بصراحة يعني حزين، لأن أنت طبعا بتشوف في مجموعة بحري الجماهير عاملة إزاي في المدرجات، طبعا تمام، في شبين وفي تكنس وفي طنطا وفي بلدية المحلة، ويعني في كل مكان، في الحمام الجماهير يعني بتخلي فيه طعم للمباراة وبتخليك قاعد مستمتع بيها، ولكن في المجموعات التانية للأسف الشديد ما بلاقيش ده. وده الشيء المحزن، ان الانديه الجماهيريه بدات في الاندثار، ولازم يبقى في حلول سريعه عشان الابقاء على الانديه دي يا كابتن ايمن. بس دكتور خلينا برضو نتكلم بتوازن ما بين الناحيتين، ان احنا ازاي نحافظ على الانديه الجماهيريه وفي نفس الوقت نحافظ على حقوق اللعيبه وحقوق المدربين، لان انديه كتير جدا النهارده الكوره زي ما قال الكابتن هاني هي مال، فالنهارده انا مش هجيب مدرب اتفق معاه على مرتب وعلى عقود لعيبه والكلام ده كله، في الاخر يجي طول السنه يطلب مستحقاته ما بيلاقيش، لا بيلاقي الليلي ولا بيلاقي لعيبته. احنا اللي عايزين انديه جماهيريه، واتحاد الكوره ما بيقفش مع ولا مع اللعيبه ولا مع المدربين، بيقف مع الانديه. وفي الاخر انا عايز الانديه الجماهيريه، وكلنا بنحب الانديه الجماهيريه، والكوره من غير جمهور ملهاش طعم. بس ازاي نعمل التوازن ده، دي لازم حل للاول حل، لكن في الاول والاخر لازم احافظ على حق اللعيبه، لازم احافظ على حق المدربين. انا برضو دي شغلانه ومهن للناس دي كلها. ما ينفعش النهارده اللعيب يروح بيته هياكلهم ايه؟ يشربهم ايه؟ صحيح. هيصرف ازاي؟ مهنه، بس ده مهنه. عجبني نادي كفر الشيخ ان هو بدا يبحث وجاب مستثمر وبدا يوقف. ما هو برضه دكتور في نقطه برضه اللوائح في وزاره الشباب بتعوق الموضوع ده شويه، ولازم بقى ان احنا نلاقي حلول، لازم في مرونه حلول عشان الانديه الشعبيه دي ما تندثرش. طبعا انا مع كل يعني المنصوره وكفر الشيخ والجماهير العريضه دي، لا يعني ما بصراحه استاذ محمد ابو فريخه نائب رئيس نادي طنطا طبعا وصديقك العزيز بيمس عليك وبيقول لك مستوى البدل بقى عالي جدا. هو دايما يحب علاقتك بطنطا علاقه حميه طبعا، من اغلى الناس عندي ومن احسن الاماكن اللي انا اشتغلت فيها، وانا لغايه دلوقتي يعني مرتبط بالناس كلها هناك. تعرف يا كابتن هاني في مباراه ابو قير للاسمده وطنطا، الجماهير اللي صاحبه الفريق عزم الجماهير كله على الغداء، كل الجماهير اللي راحت تجاب بوكسات كده. دكتور ايهاب اللي انا شفته، لا والله بجد، فدي علاقه حب ما بينه وما بينه، وده شيء جميل. اللي انا شفته من كرم في طنطا ده جزء بسيط منه والله، يعني انا كنت قاعد في طنطا عشت سنتين ونص في بيتي، ما حسيتش. انت كنت بتجيب الحلويات على طول؟ لا 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 ازاي يا دكتور، لا ده دايما، ويعني بنتمنى لكم التوفيق. طيب نيجي ناخدها مجموعه مجموعه عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهبدا بالمجموعه الثالثه اللي مباراتها اقيمت الاربعاء. اللي معانا ايه عاوزين ايه؟ قولوا لي